غياب الأمن كان أيضا أحد ملامح عصابة العاصمة صنعاء بالشلل التام صباح اليوم، وتوقفت حركة السير والمركبات بعد أن أقدم مئات المحتجين على قطع الشوارع بالحجارة وأشعلوا فيها إطارات السيارات. يأتي هذا فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين في أمانة العاصمة إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم المساس بالسلم والأمن الاجتماعي. نتابع. عدم الاستقرار بات عنوانا ثابتا للوضع الأمني في اليمن، وضع تراوح بين مشاهد العنف والفوضى والقتل في الوقت الذي تتوالى فيه التغييرات والتعيينات الأمنية من حين لآخر وعلى كافة المستويات. اليوم كان عنوان الشارع اليمني في صنعاء الغضب الذي دفع بعدد من المواطنين لقطع عدد من شوارع أمانة العاصمة بالأحجار والإطارات المشتعلة، غضب نابع من انعدام المشتقات النفطية في الأسواق منذ يناير الماضي ومن جراء الانطفاءة المتكررة للتيار الكهربائي وساعات الظلام الطويلة. مشهد احتجاجي دعت على إثره وزارة الداخلية المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم المساس بالسلم الاجتماعي، حيث أهابت ببيان أصدرته اليوم بالمواطنين عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة التي تحرض على العنف والإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وشدد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط عناصر الشغب والتحريض. لكن البيان لم يتطرق إلى عصب المشكلة، وهم المعتدون على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والتقطع لقاطرات النفط والغاز ويعرض حياة المواطنين للخطر. وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الأمنية العليا اليوم اجتماعا اعتبرت فيه ما قام البعض به من قطع للطرقات عملا تخريبيا يساهم في نشر الفوضى وتهديد السكينة العامة ويعرض حياة المواطنين للخطر. لكن اللجنة الأمنية هي الأخرى لم تناقش الأسباب التي أدت إلى إصابة العاصمة صنعاء بالشلل التام. إبراهيم الشرابي، حصاد السعيدة.